هسه هنا عندنا اليوم هي الجو ريليشن، نحدد نقطتين ثابته على البيشن. النقطه تكون اما التيب اوف ذا نوز والتيب اوف والانفيرير بارت اوف ذا تشين، او نحدد نقطتين هي اللور بوردر اوف ذا نوز والميد اوف ذا تشين. عم رخي يرخي البيشن، رخي بعد لما نسرخي يعني مساد حلقك، بعد رخي بعد بعد اي. هذه هي الريست بوز، يعني الريست لما هو البيشنت مرتاح ما عاض اسنانه. نقيسه بالمسطره، لا لسد حبيبك عمو رخي، افتح شويه، رخي شويه، رخي بعد. نقيسها بالمسطره من هذه النقطه اللي هي نعتبرها صفر الى هذه النقطه، رخي بعد شويه عمو، من هذه النقطه لهذه النقطه. هو ومرخي يعني ما طابق حيل. طلعت ايش قد عندنا؟ 52 5 اي 5 و2 بالعشرة 5.2. لازم شو نسوي؟ من نخلي البايترم، من نخلي البايترم عبر ولور الحلقة لازم يوصل الى رقم 5، لازم يعض، من يعض بالبايترم يوصل رقم 5، يعني اقل ب 2 الى 3 مليم. هسه احنا اذا خليناها بحلقة ايش راح يصير؟ اذا خليناها بحلقة افتح عمو، ما نخليها بحلقة افتح، افتح عمو بعد اكثر، افتح حلقك، افتح، نخلي اللور بعدين الابر، افتح افتح عب. هسا من خليناها بحلقة وقسنا المسافة بين النقطتين صارت شقد؟ 5.5. ست حلقتين المسافة هي 6، يعني كلش كبير، لازم احنا نخليها للخمسة. فنبقى ناخذ من الواكس من الابر ومن اللور لحد ما تصير المسافة منا لهنا هي 5، زين، لين اكريست 5.2 بالعشرة. هسه هو بحالته 6، لازم احنا نبقى ناخذ من الواكس لحد ما نوصلها للخمسة. هذا هو يسوونه الاكلوجن، زين، هذا الفيرتيكال دايمنشن. سوي توقف للفيديو، توقف.